احنا في مستشفى ثابت وبتعليمات من وزارة الصحة قمنا بتفعيل دور التثقيف الصحي والتعزيز الصحي لمتلقين الخدمة الطبية والخدمة الصحية في المستشفى، وذلك عبر مساعدة الطواقم وعبر أيضا إعطاء معلومات لجميع الزوار أو الأمهات المتواجدين في المستشفى حول مواضيع تخص التثقيف الصحي مثل الرضاعة الطبيعية وكيفية العناية بالأطفال. هذه كأول خطوة قمنا بها. أيضا أود أن أنوه أن مستشفى الشهيد ثابت حصل مؤخرا على شهادة تسمى مستشفى صديق الطفل، وهي معتمدة من الـ WHO ومن منظمة اليونيسف. ضمن مادة تمريض أطفال أنا ارتأيت أنه في عندنا نقص في المعلومات عند الستات كيف تتعامل مع ابنها إذا كان ساخن، الرضاعة الطبيعية السليمة، في أساليب خاطئة الصبايا يعني بتتبعنها، بتسمع الوحدة من حماتها، بتسمع من إمها أشياء ممكن خاطئة، العلم الحديث دل إنها خاطئة، فإحنا بدنا مع الطريقة الصحيحة والأسلام مثلا كيف يحمل الطفل، هز الطفل قديش ممكن يضر الطفل، فيعني انا شو الامراض التنفسيه كيف ممكن نعتبر هذا الولد يعني اذا صار مثلا عنده زرقاق وين لازم اتوجه فيه على المستشفى، خاصه انه موسم شتاء وهي الامور بتزيد، فحبينا لو معلومه صغيره ممكن تنقذ حياه طفل فحبينا نضيف يعني، والحمد لله ادارتنا بتدعمنا للامام والجامعه الامريكيه طبعا ما بتقصر، وشكرا لكم لحضوركم.